سلمى، تشهد مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض الدولي إعادة إعمار سوريا عمرها 2018 في دورة متميزة واستثنائية خلال الفترة من 2 ل 6 شهر. لنحكي عن المعرض والمشاركة في معنا الأستاذ عدنان تنبكجي، المدير الثقافي والإعلامي في مجلس شيوخ الكار المركزي. أهلا وسهلا فيك. ومعنا لبنى شيخاني، مسؤولة التسويق بجناح شيوخ الكار. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك يا عشاشة الإخبارية. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباحي. يعني بالبدايه استاذ عدنان، دائما انتم موجودين بكل المعارض المهمه، ومعرض اليوم اللي رح نضوي عليه اكثر ومعرض اعاده الاعمار لسوريا، خلينا نحكي عن مشاركتكم ضمن هالمعرض. الحقيقه نحن باعاده الاعمار بحس حالي انا معنيين انه كحرفيين وشيوخ كار، انه هاي بلدنا نحن بحاجه انه نعمرها أكثر من الغير. يعني نحن أولى وعنا الكفاءات واليد العاملة الماهرة على أنه يدخلوا بهذا المجال. نحن ما بدنا نعمر بس من برا، كمان نحن بغاية أنه نعمر البيت من جوا أو المؤسسة أو الشركات. نحن بحاجة أنه نحيي هذا التراث العظيم، التراث الآباء والأجداد بهذا البيت أو المؤسسة أو الشركة مثل ما أنت تكون، لأنه عنا ما يغنينا على أنه نكون مؤهلين كيد عاملة وكإبداع حرفي. من وجه التحية لكل واحد حرفي وشيخ كار ساهم وحيساهم فيما بعد بموضوع إعادة أعمار سوريا، وشكرا لدعمين هذا المهرجان الرائع اللي إجا التوقيت المناسب له بعد معرض دمشق الدولي. لبنى، حضرتك مديرة التسويق بجناح شيوخ الكار، خلينا نحكي عن المشاركة بهيدا المعرض لإلكون، قديش فيها فعلا إضافة لتكونوا جزء في المساهمة بإعادة أعمار سوريا؟ طبعا نحن متواجدين على السوشيال ميديا وعم نفتح لايف على الفيسبوك والانستغرام وحتى على اليوتيوب، عم نلاقي إقبال كتير وأسئلة كتيرة، ويعني نحن حتى بين الزوار عم نسمع إطراءات إيجابية جدا وتساؤلات، وحتى التصوير أكثر جناح نحن عم يصير فيه تصوير، ومبهورين بالفن، وكل عم يسألنا أنه هاد صناعة سورية. نحن عن كل فخر عم نقول ايه كتير في شعور حلو. نحن لازم كلياتنا اي حدا فينا اي فئة يشارك بهالمشروع الوطني. طيب استاذ عدنان، خلينا نحكي اليوم الحرف السورية بشكل عام ومجلس شيوخ الكار بيضم اغلب هي الحرف. نعم. له دور كتير كبير. هل في مثلا اتفاقيات لإعادة مثلا اعمار احد المناطق ودمجها وادخال الى بعض الرموز الحضارية والثقافية السورية؟ الحقيقة نحن من هذا المنبر العظيم، منبر الإخبارية، عم نطالب الجهات المعنية انه نحن كحرفيين وشيوخ كار على استعداد تام بانه نكون إن اليد اليمنى باعمار سوريا بالداخل حتى بالخارج. يعني نحن الحرفيين على كفاءة تامة، وانا بتمنى انه يجربوا لانه احنا قدها. يعني هذا النداء بوجهه لكل المسؤولين والمعنيين بموضوع إعادة الأعمار، أحسن ما يساوي عقد مع شركات أجنبية. إحنا أولى وعنا إحنا أول شيء التضاريس بنعرفها، ثاني شيء عنا الكفاءات، وثالث شيء إحنا متواجدين بالبلد. يعني المفروض إحنا معنيين بهذا الموضوع، وكلامك كتير حلو. أنا بوجه هذا النداء للمسؤولين عن هذا الشأن العظيم أنه إعادة أعمار سوريا في حس وطني من جوا لكل واحد حرفي وشيخ كار. وتوجيهات الأستاذ ناجي حضور رئيس اتحاد العام للحرفيين وأستاذ عصام الزيباء رئيس اتحاد دمشق، نحن معنيين بهذا الموضوع وعم نشجعوا على الإبداعات الحرفية والوجود الحرفي والمحافظة على التراث السوري اللي كمان وصلت إبداعاتنا لك كل دول العالم. طيب عدنان، خلينا نحكي عن مشاركتكم كشيوخ كار بهيدا المعرض، كم شيخ كار مشارك، الاختصاصات، عدد المشاركين فيه؟ هلا نحن عدد المشاركين فينا نقول تقريبا 29 دولة بالنسبة للدول. الشركات المشاركة بتصور 270 أو ربما أكثر، أنا مالي معني بهالموضوع بس عم بحكي بمعلومات. عم نحكي عن شيوخ الكار. إيه. شيوخ الكار، نحن لا تنسي إنه أجى المعرض متزامن مع معرض دمشق الدولي. في أكثر من شيخ كار ما عندهم الوقت الكافي على أنه يشاركوا بهذا المعرض، وإنما أنا باسمهم لأنه أنا كلهم بحبهم شاركت بأكثر من عمل اللي هو بما يخص النحاسيات واللوحات والأيقونات السورية. شيوخ الكار تعدادهم قليل بهذا المعرض لأنه الوقت أبدا ما بيكفي على أنه يصنعوا شيء جديد، بس هو هذا جناحي أنا بعتبره جناح شيوخ الكار. لأنه كثير رحنا على تفاهم مطلق مع بعض، وواحد بيمثل الكل. أكيد. طبعا يعني
يعني استاذ عدنان مثل ما شايفين منتجات عديده متواجده معنا اليوم، وايضا هي متواجده بمعرض اعاده الاعمار. اليوم اهم شيء عم تحاولوا تركزوا وتظهروا من الحرف السوريه خلال اي معرض عم بتشاركوا فيه. أكيد. وايضا للمعارض السوريه بيكون خاصيه مختلفه شوي، يعني على ابراز بعض الحرف اللي تقدمتوا حتى بصناعتها او طورتوها دخلتوا لها موارد جديده. نعم. خلال هاي الفتره نحن طورنا مثل ما تفضلتي وعم نعاصر. احنا المعاصره كثير مطلوبه بما يخص الفنون اليدويه التراثيه والحرف اليدويه التقليديه، لانه بدنا نحبب الناس بهذا التراث العظيم، بدنا نعطيهم اياها بالشكل اللي بيحبوه. انا بحط الطابع القديم، بس انت كيف بتحبي انا بلبيكي تماما، لكن بخليك تحبي الطابع القديم بدون ما تشعري. هذا هو العصرانية اللي احنا معنيين فيها. حتى الصبايا كان كتير إلى يعني لفتت نظرة في كتير، كان في مراية يعني، فأكثر صبايا يجوا يتصوروا قدامها لأنه كانت كتير فيها لمسة فن ورد وكذا وهيك، ففي حتى الصبايا لهم حصة كان كبيرة يعني بالمشاركة زيارة المعرض. يعني يكون ماشي مثلا هي وجوزها تشده مثلا بدي اتصور كذا، فشي حلو يعني عم يحبوا التراث وهو حيضل موجود. نحن لازم نحافظ. يمكن هذا دوركم انتم كقسم تسويق، خلينا نحكي قديش مهم اليوم الحفاظ على الحرف السورية القديمة اللي هي تعد تراث ولتسوقوها بشكل كتير صحيح، مو فقط في سوريا، خلينا نحكي حول العالم كمان. نحن يوم نفتح لايف عن جد عم يجينا من كل دول العالم، وكتير كتير عم يسألوا، حتى عم يسألوا عن الأسعار وعم لاقوها كتير منطقية ومتناسبة يعني مع كل الفئات. حتى عم شوفوا التجديد والعصرنة بالتراث. نحن بهمنا أنه التراث السوري يكون موجود ومتواجد بكل البلاد، وهو دائما مميز وفيه لمسة مميزة، بكفي أنه هو معمول بأيدي سورية. يعني أستاذ عدنان كمان اليوم جانب جديد اللي هو خلينا نقول تسويق عبر الانترنت. طبعا هذا بما يخص العصرنة، يعني حتى التسويق بهمنا، وحتى آلية العمل، آلية الشرح كيف القطعة. ونحن أحيانا بنبث فيديوهات بأثناء العمل كيف عم يتم العمل من الألف إلى الياء. عملية التسويق كمان فن، يعني هذا الفن نحن عنا إياه إن شاء الله، وعم نوصله بطريقه كثير حلوه وشفافه. فن هذا الزمن كمان طبعًا. يعني اليوم اي شيء ما له تسويق بشكل صح او حتى أكيد. تسويق عبر الانترنت يمكن مهم. بيضيع جزء أكيد. من حقه. هذا مهم كثير. هلا في ناس بصراحه ما بتتابع التي في، هو وماشي اليوم عم يتابع الانترنت بالوسائل، لانه حتى لقدام احنا هذا بالمستقبل القريب يعني راح نصل لمرحله انه كل واحد بيفتح القناه اللي بده اياها، بيفتح الشيء اللي بده اياه، انه بده يتسوقوا. النت اليوم عصرنا ما فينا نخبيها لكل الناس موجوده. نحن ان شاء الله لنا حصه بالتراث السوري بهذا التسوق العظيم. طيب استاذ عدنان اليوم قديش فعلا عم تقدروا تحافظوا على هيدا التراث السوري القديم والحرف اليدويه السوريه القديمه مع مواكبه العصر؟ يعني عم نشوف حرف يدويه مع لمسه فنيه تراثيه ومودرن شوي، هون كيف عم يكون الاندماج انتم كشيوخ الكار لتواكبوا الموضه وبنفس الوقت تحافظوا على المضمون الاثري القديم؟ طيب انت حكيتي هذا الكلام، وهذا فرضا خلينا نقول قدامك هذا الشطرنج الرائع اللي قديش تسالتي عليه كثير. انسالت حتى سالت انه كيف انتم، نفس سؤالك انه كيف قدر انضمي. هلا هذول نازلين ماخوذين من معالم المغارات يعني، وفي الخشب الموزايك اللي هو معروف يعني. احنا هون دمجنا بين الخشب الموزايك، هو ما له اختصاصي، وانما تعاون مع شيوخ الكار. نوجه التحيه للاستاذ ابو موفق عجاج اللي احنا تساعدنا بهذا الموضوع على انه نساوي رقعه من الموزايك. النحاس كمان احنا ساويناه كفريق عمل، هاي من وحي المغارات كيف تتساقط والصواعق المي بتنزل، هذا الوحي. وكمان هدول على دقه عاليه من التصنيع باحجار النحاس طبعا، ملبسين محلول الذهب وحتى تلبيس البلاتينيوم. هون لفتنا الانتباه لكثير من الزوار، يعني هون عندك نفس انه تلعبي انت بالشطرنج. طبعا لعبه ذكيه. استخدمتوا شيء له علاقه بالاثار السوريه؟ كله بالاثار السوريه. قلت لك هلا هون موضوع الرقعه هي من وحي التراث السوري، اللي هي رقعه من الموزايك. حتى الدلالات هي تبع المغارات كيف بتنزل صواعق المي من النحاس، والشكل هذا النحاسي تبع الجنود والقلعة والخيل كيف عم يكون، كمان كله عم يكون من مادة النحاس، وعليه إقبال كتير رائع. يعني بصراحة لو احنا مصنعين كم كبير كنا استفدنا. عم نأجل احنا هذا الموضوع لأنه نفذت الكمية على أنه الناس تطلب
عم ناخذ تايم للتصنيع. بس قديش هيك قطعه بتاخذ منكم وقت وشغل؟ يعني عم نشوف في دمج بين اكثر يمكن من قصه، قديش فعلا وبدها شغل، في تفاصيل كثير موجوده بكل اكيد. هلا الحين وقت بنصمم القطعه، حتى الجندي وقت بنصمم ونحن بنساويه نحت، بعد ما بننحته على الخشب او على الرخام او موضوع الطين، عم نسكب مادة النحاس، وبعدين بتجي عملية التنظيف، وفيما بعد بيجي موضوع التلبيس، تلبيس المعدن. هيدا شو نحاس وهيدا شو؟ كله نحاس، هذا تعتيق يدوي. تعتيق يدوي. مادة ممكن نحط لها الأسود أو نعتها بالبني، بنقول له الكافي نيرو منشان يصير عملية التباين. يعني تعتيق بالإيد عم يكون. طبعاً التعتيق كله عم يكون يدوي. حتى أضرح تحية للرحمة لشهدائنا ضريح الجندي المجهول، عملناه بدقة عالية من مادة الريزين مع صديقنا المهندس أيمن، وكمان عمود ساحة المرجل نصب التذكاري ورمز الاتصال بين دمشق ومكة. هدول الرموز اللي الدولة عم توجه الاهتمام كبير برعايتهم، وإحنا كمان واجبنا أنه إذا الواحد بده يقدم درع تذكاري أو هدية لأي طالب متفوق، ليش ما نقدم له هذا الضريح أو نقدم له هذا النصب التذكاري اللي بيرفع من شأن كل طالب بده ياخد هدية لتفوقه أو مهندس أو أي زائر عم يجي لسوريا. يعني هاي النصب التذكارية، يعني استثمار الحرف يمكن اليدوية والقديمة بشي تذكاري تاريخي طبعاً. كمان هي رسالة عم تحمل يكون بشكل اليوم. حلو بينذكر اسم الطالب أو المهندس أو الحرفي اللي بدنا نكافئه بهذا النصب اللي كثير حلو، وبيضل هو عليه مخزون، يعني حتى محافظ عليه من الخارج بمادة البلاكسي، حتى يكون هيك المنظر ولائق، وبيعرضه حتى ببيته بمؤسسته بشركته. يعني كمان حكينا يمكن عن أهمية المشاركات بالمعارض بشكل عام. نعم. نحن مقبلين هلأ على بعد ما انتهينا من موسم الصيف على موسم يمكن أنتم بتشحزوا فيه الهمام، بتبلش الدورات التدريبية عنكم. نعم. لطلاب اللي عم يجوا حتى من جامعات مختلفة ليتعلموا عنكم أساسيات. خلينا نحكي شو الجديد اللي رح يتم خلال الفترة القادمة بعد نهاية معرض إعادة أعمار سوريا. هلأ كمان هذا الحكي جانا مبارح من احد السفراء، ما بدنا لحتى يصير الموضوع اوكي بنحكي عنه، انه كيف اليه العمل واليه التدريب ممكن يكون تعاون دولي. صحيح. احنا بيننا وبين كثير من الدول، انه كيف هي الحرفه، وقلنا له نحن على استعداد تام على انه نعلم ويطلع حدا من عنا كمان من شيوخة الكار او الحرفيين المميزين انه يعلموا الحرف السوريه برا كمان، نحن ما في اي مشكله وقت عم نصدر الحرفه على بانه يكون في دلالات انه هذا طابع سوري بامتياز، مو انه يناسبوا الحرفه لإله. وهذا اللي بدي اسالك عنه، يعني لما يكون في تعاون دولي مع دوله اخرى لتعليم هي الحرف السوريه. نعم. القديمه بشرط انه يضل انه هذا الاساس هو سوري، الاتفاقيات تكون مضمونه لانه نحن خلال الحرب على سوريا تم محاوله سرق هدول الحرف وكثير من الايادي والخبرات السوريه لنسبه لدول اخرى، فقديش يعني في ضمان للحفاظ عليها بهويه سوريه وبصفه سوريه. هلا نحن بنناشد كمان خلال شاشتكم انه الحرفيين اللي غادروا بطريقه او باخرى انه يرجعوا على بلدهم وبلدهم اولى انه يكونوا فيها، الحمد لله صار الامن والامان، ومن الناحيه الاقتصاديه هون احسن لهم لانه هون في شغل كثير حلو، وحتى من ناحية الأمان الحمد لله صرنا بالأمان المطلق، والحرفي إذا ما عاش بالتضاريس تبع الحرفة ما راح ينتج برا، وأحسن ما كثير من الدول ينسبوا الحرفة تبع السوريين ينسبوها لإلهم، نحن الأساس، يعني ما حدا بيقدر ياخذ هويتنا، هاي الهوية السورية تبع الحرفيين موجودة بسوريا، وحتى لو طلعت هي راح تضل سورية، عنا ما يقارب من 30 ل 35 حرفة يدوية نرفع راسنا فيهم. أكيد نحن بنرفع راسنا بجميع شيوخ الكار والحرفيين السوريين المتواجدين عم يناضوا للحفاظ على الحرفة السورية إلى جانب رجال الجيش العربي السوري للحفاظ على الوطن. بيتشكرك السيد عدنان تنبكجي المدير الثقافي والإعلامي في مجلس شيوخ الكار المركزي، ولبنى شيخاني مسؤولة التسويق بجناح شيوخ الكار. شكرا لوجودكم معنا اليوم. يعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا لكم.